أهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي إكسترا نيوز في تغطيتنا المستمرة على شاشة إكسترا نيوز للحديث عن حدث الأبرز والأهم وهو الانتخابات الرئاسية 2024 والتي سوف تنطلق غدا في الداخل وتستمر على مدار 3 أيام. النهاردة علشان خاطر أنا أدلي بصوتي للبلد، لاستقرار البلد، لأمن البلد. جينا في السفارة لإداء واجبنا الوطني. أنا جاي من برا باريس خالص، بعيد جدا. بنعبر عن مصريتنا وجنسيتنا ومشاركتنا الفعلية مش النظرية. في حرية ونزاهة غير عادية في أدلاء الأصوات. ده واجب وطن علينا، يجب إن احنا نكون جاهزين في أي وقت. رغم من بعد المسافة 10 ساعات بينها وبين موسكو، جينا النهاردة عشان ننتخب رئيسنا السيسي. رسالتي لشعب مصر، كل واحد يستحق الانتخاب، لازم ينزل ويشارك. حاجة مهمة جدا لأي مصري إن هو ينتخب ويصوت في الانتخابات. أنا جاية من مكان بعيد جدا علشان أشارك بصوتي في انتخابات مصر. جينا ندلي بأصواتنا كجالية نوبية، ولينا حق في الدولة والدولة ليها حق علينا. لازم كل واحد مصري لازم ينزل يدلي بصوته. لازم كل إنسان يدي صوته لمصر، لأن مصر محتاجانا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تنطلق غدا الأحد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، حيث تفتح لجان الاقتراع أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء خلال أيام 10، 11، و12 من الشهر الجاري. وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في لجان الاقتراع الفرعية، والتي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي بلغت نحو 11,631 لجنة بداخل 9,367 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع عملية التصويت فيها لإشراف قضائي كامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمة له إلى أن الإشراف القضائي هو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية. سيادة النائب، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، وطبعا نتابع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. تفضل يا فندم. أهلا بك ياسر بيه وبالسادة المشاهدين وبإكسترا نيوز وبالإعلام المتميز اللي بيوصل للناس الحقائق وبيعيش الناس لحظة بلحظة في كل ما هو جديد من العرس الديمقراطي اللي بنعيشه في مصر واللي احنا بنشوفه بعينينا أمامنا بكل مقاييس الديمقراطية. نعم. النهاردة احنا بنعيش، والحقيقة مش من النهاردة، احنا من فترة كبيرة بعد ما عدينا 2014 والظروف الصعبة اللي احنا كنا فيها
وابتدت ركائز الدولة تتبني مرة تانية بما فيها المحور السياسي المهم في كل بكل خطواته بكل مناحيه. نعم. شفنا النهاردة الأحزاب بتتحرك من أجل أنها تدي رأيها وأنها تتواصل مع المواطن من أجل اختيار من يمثله في المرحلة القادمة، وشفنا كمان أمامنا مرشحين من الأحزاب بينافسوا على المقعد الرئاسي، شفنا خطوات موجودة بتدل على ممارسة الديمقراطية زي الدول الأوروبية وزي العالم المتقدم، وزي ما احنا كنا في يوم من الايام بنقعد نقول احنا عايزين الديمقراطيه وعايزين حريه الراي، وصلنا ليها النهارده في مشهد كلنا نتفق على ان هذا المشهد مشهد حقيقي قدامنا، بنشوف فيه المنافسه، بنشوف فيه المرشحين بيقدموا برامجهم، بنشوف فيه عداله في الاعلام، 100 ساعه لكل مرشح من المتحده، بنشوف الاعلام على مسافه واحده من المرشحين، شفنا الهيئة الوطنية اللي احنا بنقدرها وبنجلها بالقضاء المتميزين الشامخين المصريين اللي حطت البرنامج الطبيعي اللي يمشي عليه اي حد بخطوات ثابتة يمشي عليه كده ما يلاقيش حد اميز من التاني من المرشحين، وضمنت للناخب وده الاهم بقى المواطن المصري سواء كان في الداخل او في الخارج ضمنت له حق صوته انه يوصل للصندوق بحرية تامة وإن صوته محمي بالدستور والقانون والإشراف القضائي عليه. نعم، وده يمكن أشار إليه السيد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال إن مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتخضع عملية التصويت فيها لإشراف قضائي كامل. ده صحيح، وبنشكر الهيئة الوطنية وبنشكر القيادة السياسية في إنها قررت في المحور في أثناء الحوار الوطني على إشراف قضائي كامل. ولو رجعنا حضرتك كلام سيادة المستشار مع الدول العالم كلها نلاقي مصر الوحيدة فعلا اللي عليها الإشراف القضائي التام على وده حضرتك عشان كمان نقول حاجة إن الإشراف القضائي بيدي أمان وطمأنينة للمواطن إن صوته يوصل للصندوق، بالإضافة إلى الجهات اللي بتباشر العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود الشباب بالموبايلات بتاعتهم بكل حاجة اللي بتسجل حاجات أبديت، بالإضافة إلى وجود الأحزاب السياسية النهاردة في على الأرض بتراقب العملية السياسية، لأن إحنا العملية الانتخابية لأن إحنا كلنا يهمنا إن الموضوع يطلع صحيح، يطلع الصندوق يقول فعلا الحقيقة فين، عشان كده إحنا يهمنا كمان إن المواطن ينزل كمان يدي صوت. يعني عايز أسير بيه اللي إحنا طول النهار عمالين نتكلم مع بعض مع أصدقائنا ومع زملائنا، اللي قاعد على القهوة بيتكلم، اللي هو الميكروباص بيتكلم، احنا عايزين نقول كمان عايزين نستقطع وقت ونقف قدام الصندوق ونتكلم مع ورقة الترشيح، نقول احنا عايزين نختار رقم 1 2 3 يختار اللي هو عايزه، لكن لازم يروح ويختار اللي هو عايزه، لازم يباشر حقه السياسي وكأنه بيتكلم مع حد يناقش الورقة ويقول انا اختار مين اللي هيفيدني بكرة، مين اللي هيقدر يأمن لي حياتي، مين اللي هيقدر يأمن لي مستقبلي، مين اللي هيبقى عنده المعلومة للحفاظ على أمننا وعلى سلامتنا. كل الكلام ده الواحد أكنه بيتكلم مع واحد صاحبه وينزل للصندوق يختار ويبارز حقه الديمقراطي، لأنه هو ده الحق السياسي اللي بيرسم له خريطة الطريق لمستقبله ومستقبل أولاده ومستقبل مصرنا جميعا. وخاصة يا فندم مع التسهيلات والتيسيرات اللي قدمتها الدولة أو الأجهزة المنوط بها العملية الانتخابية بوجه عام، يعني أعتقد أن العملية اختلفت، بقى في تسهيل أكتر وأيسر ومعرفة اللجان الانتخابية بشكل مبسط عن طريق يعني الإنترنت وعن طريق الاتصال بالهواتف المحمولة، يعني الطرق أصبحت كثيرة يا فندم. كان زمان بشكرك يا ياسر بيه الحقيقه للتوضيح ده، لان كان زمان بنقعد نجيب الكشوف وندور في الاسماء ونطلع اسماء ونقول نعمل ورقه وندي للناخب نقول له لجنتك، النهارده وهو قاعد على الموبايل بتاعه بيعرف لجنته فين وبيعرف المسلسل بتاعه كمان فين، يعني بمجرد ما بيبقى بالتليفون بتاعه او بالمعلومه اللي جات له يدخل على المستشار رئيس اللجنه هيقول له يفتح له في دقيقه هيكون مصوت على التصويت بتاعه ويخرج، فكل الكلام ده كله بيساعد للناخب ان ما يبقاش باللغة البلدي كده ما يبقاش عندنا حاجة ان احنا ما نروحش، بالعكس ده الحاجات دي سهلت لنا ويسرت لنا الامور ان الانسان لما يروح يقف في دوره وياخد دوره ويطلع بالورقة بتاعته
ينتخب ويخلص في خلال 5 دقائق هيكون ادى صوته ومارس حقه وحدد طريق مستقبله ايه. كل لا. انسان مننا النهارده قدام ورقه المرشحين لما يختار الرقم اللي هو عايزه المرشح بتاعه يبقى هو كده عمل مارس دوره وخد حقه في التصويت وفي نفس الوقت اختار مستقبله يبقى رايح على فيه. وفيها احساس حلو بعد ما الواحد بيدلي بصوته وبيختار اللي هو عايزه بإرادته بيبقى حاسس ان هو عمل حاجه يعني ادى دوره لاتجاه الدوله. يعني احنا بنحاول ان احنا طبعا ننتهز فرصه وجود مع حضرتك معانا على الهاتف على شاشه اكسترا نيوز ان احنا نوعي المواطن ونحاول ان احنا نحثه على المشاركه لان طبعا يمكن حضرتك طبعا اعلم مني في هذا ان كانت في السابق يعني الفكر مختلف. يعني احنا عايزين نغير الفكر وطريقه التعامل مع الانتخابات. حضرتك طبعا عارف ان كان زمان الكشوفات والاسامي وكان هناك اسامي الناس يعني متوفيين واسامي مكرره ويعني كانت في مشاكل كتير بتقابل الناخب. كان ممكن الانسان يوصل اللجنه الانتخابيه وما يلاقيش اسمه او يلاقي اسمه مكرر. كانت في مشاكل كثيره سياده النائب. اتفضل يا فندم. صحيح صحيح ياسر بيه كان فعلا كل اللي حضرتك بتقوله كان واقع حقيقي. كنا بنلاقي الاسماء المقرره وبنلاقي اسماء متوفيين ونلاقي اسم الواحد في اللجنه دي ما يلاقيهوش يروح اللجنه الثانيه ويزهق ويمشي. النهارده المساله بقت سهله جدا وعشان كده احنا بنقول ان 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 الوعي ورؤي ووعي الشباب ووعي المراه ووعي الرجال بانه يروح ويدي صوته ده المهم. لان النهارده بسهوله جدا انت بتقدر توصل للجنتك بسهوله جدا ان انت تقدر تدي صوتك بسهوله جدا ان انت لازم تشارك في مستقبلك ومستقبل بلدك ومستقبل ولادك. لان النهارده احنا بننتخب رئيس لمده قادمه. المده اللي جايه دي هي بتحدد جزء من حياتنا بتحدد جزء من طموحاتنا وسقف طموحاتنا بيزيد كل يوم وعايزين المزيد وعايزين الافضل. فلازم النهارده نشارك لان المشاركه السياسيه ده حق لينا زي ما حقنا في اننا بنطلب الاكل وبنطلب الشرب وبنطلب الطرق وبنطلب المزيد من الخدمات. حقنا احنا كمان ان احنا ندي للدوله دوله مصر اللي غاليه علينا كلنا ان احنا نقول هنشارك في العمليه التصويتيه ونختار عشان الامن والامان عشان نبقى مستمرين في حياتنا الكريمه عشان نبقى مستمرين في الانجازات اللي جايه. فاللي حضرتك قلته ده حقيقه فعلا ولكن النهارده التكنولوجيا اللي موجوده والمواقع اللي موجوده لاختيار لمعرفه مكان لجنتك بتسهل على الناخب وما بقاش عندنا حجه خالص في اننا ندور على لجنتي فين. انا محتاج اروح حتى حضرتك كمان المغتربين اللي هو جاي من محافظه اخرى ومش لازم بقى يروح محافظته ويروح ينتخب في محافظته، لا في لجان للمغتربين يدخل على لجنه المغتربين وبالرقم القومي اللي هو ما يبقاش فيه تكرار للاسم مره ثانيه بيدخل ويدي صوته كانه جوه محافظته كانه جوه منطقته او انه جوه مدرسته بيمارس حقه الديمقراطي وحقه الدستوري في انه يدلي بصوته يحدد هو يختار مين. عشان كمان احنا يبقى في المستقبل ياسر بيه يبقى لنا كلنا قدره وقوه على اننا نطالب بالمزيد من الخدمات. النهارده المرشح نعم اتفضل يا فندم اتفضل يا سياده النائب اتفضل. المرشح اللي احنا هنختاره انا طبعا عارف ان احنا في صمت انتخابي فمش عايز يعني اقول لكن انا يعني عايز اقول ان احنا اللي احنا نختاره يبقى وراه قوه تصويتيه كبيره يبقى في نفس الوقت زي ما الناس قاعده واحنا كلنا بنتكلم احنا في عندنا مشكله في كذا وفي عندنا مشكله في كذا احنا كمان من حقنا ان احنا نصوت ونختار وننزل قدام اللجان في رساله واضحه للمرشح اللي احنا هنختاره وكمان للعالم كله ان المصريين بيمارسوا حقهم ويبقى لنا كمان الحق في اننا نطالب بحقوق وبمزيد من الخدمات في اللجان. فاللي هينزل هو هيبقى له الحق في انه يطالب كمان ما يكسلش وما يسمعش للغير في انه يقول له يا عم انت هتروح ليه ما هو فلان ناجح ناجح او مش عارف صوتك مش هيأثر. كل الكلام ده كله احنا عايزين نقول للناس قلناه في المؤتمرات الكتيره كلام سلبي يعني احنا عايزين نتغير بقى نبقى ايجابيين بالظبط كده سيادتك. فبالتالي اللي هيشارك هو ده اللي بيحب بلده اللي هيشارك هو ده اللي بيحب مستقبل ولاده اللي هيشارك هو ده اللي بيحدد مستقبل ومصيرنا في القادم واننا لازم نكون على قدر واعي وعلى قدر كبير جدا من الوعي ومن اختيارنا لان اختيارنا ده اللي بيحدد لنا مستقبلنا اللي بيحدد امننا القومي
وبيحدد مصيرنا في كل الاتجاهات. نعم سيادة النائب تيسير مطر، حضرتك أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ودول كما أعلم إن هم 42 حزب، يعني إذن حضرتك في حد ذاتك قوة موجودة في الشارع المصري. هل يعني كان في أمور جديدة أو توعيات جديدة أو إرشاد جديدة بالنسبة للعمل الحزبي في الشارع المصري كعمل توعوي وإرشادي للمواطن وكيفية أداء الانتخابات والمواطن بيعمل إيه لما يوصل اللجنة الانتخابية وفي البداية؟ يعني هل الحاجات دي كانت موجودة يا فندم؟ طبعا احنا عارفين زي ما سيادتك ذكرت إن احنا في يومين صمت انتخابي، فطبعا يمكن مش عارف إذا كان بيبقى في دور أصلا للأحزاب في اليومين دول أو الدور ده كان خلص يوم الخميس. احنا الحقيقة الاحزاب احنا طبعا شايفين جهودكم بين فترة طويلة يعني يا سيادة النائب، بس احنا برضو عايزين نلقي الضوء على هذه الامور علشان المتابع معانا يبقى عارف يعني المجهود اللي بذل. احنا سيادتك التزمنا التزام تام علما بان الاحزاب السياسية طبقا للدستور هي المنوط ليها بالعمل السياسي والانتخابات، ولكن احنا بالنسبة لنا التزمنا بتعليمات الهيئة العليا عشان ما يبقاش في ريبة ولا شك. لكن كتحالف أحزاب مصرية وحزب إرادتي، حزب الحركة الوطنية، حزب المصريين، حزب السادات، أحزاب كل أحزاب حقوق الإنسان والمواطنة، كل الأحزاب اللي موجودة معنا في التحالف، عملنا سيادتك أكتر من 68 مؤتمر على مستوى الجمهورية بالكامل، وحضرنا منهم 26 مؤتمر رئيسي كانت فيه كل رؤساء الأحزاب موجودين الـ 42. الأحزاب النهاردة حضرتك بالوعي اللي كنا بنتكلم فيه مع الناس، واسمح لي ان انا هشكر كل الناس اللي قابلناهم وكل المصريين اللي احنا شفناهم واللي احنا اتعاملنا معاهم واللي رجالتنا وناسنا في الأمانات والأحزاب بيتكلموا معاهم، لان الوعي بقى عند المصري. المصري النهاردة بقى فاهم كويس قوي مستقبله وفاهم ان هو لازم يشارك وفاهم ان هو، لكن كنا بنأكد على الكلام ده مع الناس وبنقول لهم ضرورة المشاركة، ضرورة الممارسة الانتخابية والديمقراطية، وكنا بنوعي الناس ان اوعى تسمع، كانت اهم حاجة بنأكد عليها وكانت بتتقال لنا بصراحة ان ما هو في مثلا فلان ناجح، فكنا بنأكد على ان دي سلبية، اوعوا تسمعوا للكلام اللي بيتقال بالشكل ده لانه بيضيع حقك في انك حتى بكره وبعده يبقى لك حق في انك تطالب. كنا كاحزاب التحالف الاحزاب المصريه وحزب اراده الجيل من ضمنهم، ان احنا كنا بنلف المحافظات ورحنا العديد من محافظات الجمهوريه في مقابلات مع الناس. كل المحافظات يا سياده النائب ما نسيتوش المحافظات الحدوديه او المحافظات النائيه او التي تضم عدد قليل من المواطنين. رحنا العريش ورحنا الغردقة ورحنا الأقصر، رحنا حضرتك كل المحافظات، الوادي الجديد يا فندم ومرسى مطروح، الوادي الجديد رحنا، الوادي الجديد حقوق الإنسان والمواطنة راح، ورحنا مرسى مطروح، رحنا حضرتك كل المحافظات، رحنا اسكندرية، رحنا المنصورة والدقهلية، ورحنا بني سويف، ورحنا سوهاج. الحقيقة حزب مصر المستقبل عمل هناك مؤتمر كان جميل جدا، الحركة الوطنية في بورسعيد، واحنا كإرادة جيل في القاهرة وفي بورسعيد وفي اسكندرية، عملنا مؤتمرات كتيرة جدا سيادتك اللي كانت رؤساء الأحزاب، وكنا بنطلع على فكرة ياسر بيه، كنا بنطلع في عربيات يعني جماعية ميكروباصات، ما بنطلعش في الملاكي وكده، بالعكس وسط الناس ومع الناس، وحاجة جميلة جدا، واستمتعنا بالطرق والخدمات اللي موجودة على الطرق وسرعة الوصول، كل الحاجات دي كلها الحقيقة كنا بنفرح بيها وبنقول إن مصر بتتغير وعايزين المزيد من الخدمات، لأن طموح الناس ما بيقفش عند نقطة معينة، طموح الناس مستمر وطموح الناس هيزيد مع المرشح اللي هينجح، المرشح اللي هينجح هيبقى عليه عبء كبير بأنه يتولى مسؤولية الناس اجتماعيا واقتصاديا، وده اللي الناس منتظراه في اللي جاي. عشان كده احنا عايزين نركز ونقف وقفة كويسة جدا كأبناء مصر كلنا وشبابها وسيداتها العظيمات، باننا ندي رساله واضحه للعالم كله ان احنا بنمارس حياه ديمقراطيه وحريه تامه، وان الكلام اللي بيتقال من ان يعني فلان ناجح، لا، الصناديق اللي هتبين، الصناديق هي اللي هتقول، الناس ما تعتمدش على اي كلام، ان انت صوتك اللي هيتحط جوه الصندوق هو اللي هيقول، لو انت تخاذلت وما رحتش وغيرك راح ودى اللي انت ما انتش عايزه، ممكن الصندوق يقول نتيجة قد كلنا نستغرب عليها. فعشان كده احنا لازم ومصرين كأحزاب سياسية
على ان ناسنا واعضائنا وشبابنا وكل الناس اللي كل واحد وصديقه، يعني لو كل واحد فينا خد معاه 2 صحابه وراحوا كانهم بيتناقشوا على قاعدين بيشربوا شاي ولا حاجه، وقفوا على الصندوق هيدوا صوتهم وهيحددوا مستقبلنا. عشان كده حضرتك احنا يعني متفائلين خير، وشوفنا الكلام ده في المصريين في الخارج اللي احنا الحقيقه كلنا بنحييهم. يعني دي كانت لفتة جميلة جدا، احنا لقينا المصريين ملتفين حول القنصليات والسفارات وبأعداد كبيرة ورغم درجات الحرارة المنخفضة، يعني كان بصراحة شيء مشرف سيادة النائب. عشان كده سيادتك ياسر بيه احنا كمان في المصريين في الداخل هنبعت برسالة لإخواتنا المصريين في الخارج نقول لهم احنا كمان وقفنا زيكم واشتغلنا زيكم واجتهدنا زيكم، وللعالم كله في اننا بنقول احنا كمصريين اللي بنحدد مستقبلنا السياسي وبنختار رئيسنا اللي بيقودنا في خلال المرحلة القادمة، واحنا شايفين الامن القومي ده شكله عامل ازاي مهم بالنسبة لنا. امن والامان دي نعمة لازم نحافظ عليها، لازم نكون بنحيي قوات مسلحة والشرطة المصرية، لازم نشوف اللي حوالينا بيحصل ايه عشان خاطر نخلي بالنا وما نسمعش للناس اللي هي اساسا كارهة نفسها وكارهة البلد. في فئة من الناس كده احنا ملناش دعوة بيهم، احنا عايزين نستمر في مستقبلنا، نستمر في عجلة البناء، نستمر في عجلة العطاء، نبتدي نحصد ما تم بناؤه علشان اللي جاي هيبقى خير لينا جميعا إن شاء الله بإذن الله. نعم سيادة النائب، تيسير مطر من خلال زي ما حضرتك ذكرت جولتكم في العديد من المحافظات أو كل المحافظات ومؤتمرات جماهيرية، حضرتك ذكرت 68 مؤتمر جماهيري حاشب، هل يا فندم كانت الاستجابة من فئة معينة عمرية مثلا، كانت الاستجابة أكتر من الشباب أو من الرجال في منتصف العمر أو من كبار السن والمرأة؟ يعني عايزين نعرف الفئات اللي حضراتكم تعاملتم معها ومدى الاستجابة، وأيضا لو كانت في هناك معوقات أو مشكلات ظهرت علشان نحاول تلافيها في المستقبل ونحاول إن احنا نلم أكبر قدر من المواطنين اللي اليوم حق في التصويت، اللي هو احنا زي ما بنعرف إن هم 65 تقريبا ل 67 مليون مواطن، احنا مش عايزين ولا مواطن يكون له حق التصويت ما ينزلش يروح ينتخب. دي امنيه احنا كلنا بنتمناها ان القاعده الانتخابيه بالكامل فيها 67 68 مليون كلهم ينزلوا يمارسوا، ودي تبقى فرحه المصريين كلهم لو حصل الكلام ده. الحقيقه احنا في المؤتمرات اللي كنا بنلفها وبنروحها لازم نوجه كلمه شكر لأكثر 2 كانوا بيقفوا معانا بقوة. نعم. الشباب والشباب اللي فعلا محب البلد واللي كان بيقول احنا، يعني في بعض الشباب كانوا يقولوا لنا ايه مش محتاجين تقولوا لنا احنا كده كده هننزل وهنختار، انا برضو عشان الصمت الانتخابي مش قادر اقول، لكن نعم. هننزل وهنختار، وانا الحقيقة يعني بقى مبسوط في الكلام مع سيادتك لان اسئلتك كلها دايما وكلامك بيبقى بيحوي العديد من الموضوعات. النقطة الثانية السيدات الحقيقة بتدي دايما بتضرب رمز الجودة وبتاخد امتياز في كل شيء، فالفئتين دول كانوا أهم شيء موجود مع مشاركة الرجال وكبار السن الحقيقة، لأن برضو كبار السن والرجال بيبقوا خايفين على أبنائهم وعلى مستقبلهم فدايما بيقولوا احنا هنشارك. لكن اللي أنا عايز أوجه له الشكر قوي 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 الشباب بكثرة وبكثافة، شباب مصر الواعي المحب لبلده، السيدات مصر العظيمات اللي بيشاركوا دايما في كل المواقف، والرجال بطبيعي بتحملهم المسؤولية بيروحوا، لكن كان اللي أبرز فيه معانا السيدات والشباب. نعم. حاجة اللي كنا دايما بنتكلم عليها هي ان في بعض الناس كانت تقول ايه يعني ما هو فلان ناجح فهروح اعمل ايه ما صوتي مش هيأثر، كانت دي النقطة اللي كانوا بيرد عليها، نفس القاعة كانت بترد او المؤتمر كان بيرد والمتحدث كان بيرد بان لا اوعى تمشي ورا الكلمة دي. نعم. وعتمش ورا اللي بيقول لك الكلام ده لان ده هو اساسا ممكن يبقى له غرض تاني ان هو يضحك عليك او مش عايزك انت تروح عشان هو يروح يدي صوته لحد تاني. نعم. الكلام ده احنا الصندوق في النهايه هو اللي بيقول. انا اعتقد ياسر بيه وان شاء الله هنشوف الايام اللي جايه دي طوابير قدام اللجان وهتنشوف قوة تصويتية، وهنرجع نكلم حضرتك تاني علشان نتابع معاك العمليه الانتخابيه في خلال الايام الثلاثه القادمه ان شاء الله يا سياده النائب.
راح ياسر بيه باللي احنا عايزينه ان شاء الله. هنفرح. شكرا يا فندم. شكرا. طبعا من جانبنا بنوجه الشكر لحضرتك السيد النائب تيسير مطر امين عام تحالف الاحزاب المصريه، الشكر الجزيل للمجهودات المبذوله على مدار الفتره الماضيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لنستكمل هذه التغطيه، فابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. جدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات العهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين الذين شاركوا في رسم خارطة المستقبل ولبوا نداء الوطن. وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن. ربنا اهدى على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. وأعرب المستشار حازم بدوي عن ثقته في وعي الشباب وفطنة المرأة المصرية في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. أثبت المصريون بالخارج، والصورة أبلغ من أي كلام، أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم، مشيرا إلى أنه يجرى تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيدة الأستاذة مارينا سامي المنسق الإعلامي لإئتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات. أستاذة مارينا أهلا بحضرتك يا فندم، ويعني عايزين في البداية نتعرف على إئتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات. أهلا بحضرتك يا فندم. احنا ائتلاف نزاهة هو ائتلاف بيضم 7 منظمات، 5 منظمات دولية ومنظمتين مصريتين. عدد المتابعين الدوليين 54 متابع دولي تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم ممثلين عن 34 دولة ما بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية. قوام الائتلاف عندنا 100 شخص ما بين بقى متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين واداريين واعضاء غرفه العمليات. نعم. طيب يعني ممكن اسال حضرتك، المتابعين الدوليين يعني كيف التواصل معهم؟ هل هم اللي بيطلبوا متابعه الانتخابات في مصر، ام يعني الائتلاف هو اللي بيستعين بهم لمتابعه العمليه الانتخابيه؟ طبعا احنا بعد اجراءات الهيئه الوطنيه للانتخابات بدأنا نتواصل مع بعض من
الأعضاء المسجلين يعني وبعض المنظمات، وبدأنا نحن نتواصل معهم عشان نعمل ائتلاف، وبالفعل تم التواصل وعملنا يعني اجتماعات وعملنا مذكرة تفاهم، وبقينا ائتلاف مع بعض 7 منظمات ان احنا بنتابع المعايير، بتابع الانتخابات وفق للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات المتعارف عليها. نعم، طيب دوركم بيبدأ امتى يا فندم؟ يعني بيبدأ من أثناء يعني الحملات الانتخابية، أم الدور يقتصر على 3 أيام الانتخابات فقط لا غير؟ لا طبعا، احنا في ائتلافنا نزاهة بنتابع جميع مراحل العملية الانتخابية، وتابعنا مرحلة تصويت المصريين في الخارج. كمان الفترة اللي فاتت عقدنا بعض الاجتماعات مع حملات المرشحين 4 للانتخابات. فإحنا بنتابع جميع مراحل العملية الانتخابية وليس فقط مرحلة التصويت في الداخل، إحنا بنتابع المراحل كلها. نعم، طيب من خلال متابعتكم يعني نقدر نقول أن المتابعة دي كانت لقيته أن فعلا كل الأمور تمت حسب يعني المعايير المتفق عليها أو معاييركم أو المعايير الدولية، أم أن كانت هناك بعض الخروقات أو بعض المعوقات؟ احنا خلال تصويت المصريين في الخارج طبعا تابعناه وأصدرنا تقرير، كان بيتم التنسيق بين المتابعين الدوليين وبين غرفة العمليات المركزية للائتلاف بالقاهرة، بغرض طبعا استقبال الإفادات والملاحظات والصور من المتابعين. رصدنا بعض التعليقات ولكن ما كانش فيه خروقات، لكن كان فيه يعني طبعا رصدنا بعض ترتيبات السفارات والقنصليات لكافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة، يعني كمان السماح للمصريين في الخارج بالإدلاء بصوتهم الانتخابي في حال انتهاء بطاقة الرقم القومي، وده كان شيء إيجابي جدا. كان في مبادرات لنقل الناخبين بالمجان، وده برضو كان شيء إيجابي، ولكن كان في طبعا بعض التفاوت بين لجان في المنطقة العربية وبين أوروبا، لأن أوروبا كان القنصليات بعيدة، مسافات بعيدة، وكان طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا، فكان نسبة المشاركة يعني متفاوتة شوية وأكثر في الدول العربية. يعني المشاركة، عايز حضرتك تقولي ان المشاركة من المصريين كانت أكثر في الدول العربية، بس ده طبيعي يا أستاذة مارينا، يمكن عدد المصريين المغتربين لدى الدول العربية أكثر بكثير من الدول الأجنبية. طبعا يا فندم، وانا بقول انا قلت كمان انه كان في مبادرات لنقل الناخبين بالمجان. نعم، كان شيء ايجابي جدا في الدول الأوروبية. نعم، طيب وبالنسبة ل3 أيام القادمة بإذن الله، يعني دور حضراتكم هيكون إيه أو هتبدأوا إمتى؟ إحنا زي ما قلت لك بادئين من البداية خالص، ولكن نعم، عن عملية المتابعة داخل القاهرة، داخل مصر، إحنا هنتابع في 10 محافظات، هنزور 2400 لجنة فرعية من أصل 11000 لجنة فرعية، فده حوالي 20% من عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة في مصر. نعم، تم تقسيم المتابعين الدوليين على 16 فرقة، كل متابع من المقرر أنه يزور 25 لجنة فرعية خلال اليوم، وده الحد الأدنى. كمان في توزيع المحافظات، راعينا جميع الأقاليم الجغرافية، مصر، القاهرة، اسكندرية، دلتا، الصعيد، فكان في مراعاة لكل الأقاليم في مصر، بحري وإبري. نعم، ده طبعا في خلال الأيام القادمة، يعني هيبقى في متابعة في جميع الأقاليم المصرية عن طريق يعني المشاركين أو مندوبين حضراتكم. بالضبط، المتابعين الدوليين. طيب بالنسبة لهذه التقارير يعني بتتقدم لمين يا أستاذة مارينا؟ يعني حضرتك تابعتي على مدار الفترة الماضية وانتخابات المصريين في الخارج، وسوف تتابع بإذن الله الانتخابات الداخلية، هذه التقارير لو لقيتي مشكلة أو يعني حاجة مش راضين عنها بتتذهبوا لمين أو بتتوجهوا لمين؟ طيب خليني اوضح لحضرتك ان احنا عندنا غرفة عمليات مركزية. نعم، غرفة العمليات دي بترصد كل حاجة. المتابعين الدوليين اللي بينزلوا للمحافظات بيبقى معاهم استمارة الكترونية، استمارة دي فيها مجموعة من الاسئلة الكتير جدا، ان هم بيبدأوا يرصدوا ويتابعوا بعينيهم بس، بيشوفوا، احنا لا نتدخل جوه اللجان، احنا متابعين فقط. طبعا بيرصدوا كل حاجة وبيسجلوا ملاحظاتهم وتعليقاتهم في الاستمارة الإلكترونية، ولحظة بلحظة ده بيوصل لغرفة العمليات المركزية بتاعتنا،
إذا رصدنا أي حاجة فإحنا بنتوجه بشكل مباشر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، هو ده اللي إحنا بنتوجه ليه. وبعد مرور الثلاث أيام بتوع التصويت إحنا هنكون بنعمل مرحلة للتقييم، بنجمع كل التعليقات وبنجمع كل ما ورد في الاستمارات الإلكترونية، وبيتم عمل تقرير مبدئي، وإن شاء الله يوم 16 ديسمبر هنعمل مؤتمر صحفي هنعلن فيه عن التقرير الأولي للائتلاف. نعم طيب، يعني انتهز فرصة وجودك معي حضرتك أستاذة مارينا، وأقول يعني لو هتتكلمي كلمة للمواطنين وحث المواطن على المشاركة في هذه العملية الانتخابية تقولي إيه؟ طبعا حق التصويت هو حق لكل المواطنين، فيعني بدعو كل المصريين ان هم ينزلوا، ده حق من حقوقهم لازم ان هم يمارسوه. كمان احنا الانتخابات بتجرى حاليا كمان في ظروف واوضاع يعني صعبة بتشهدها المنطقة العربية. نعم. ولكن رغم ذلك مصر يعني بتقول للعالم كله ان احنا قادرين نعمل انتخابات، قادرين نجري انتخابات في ارضنا، قادرين ان احنا ومتابعة دولية، يعني نجري الانتخابات ويكون في متابعة دولية ليها، يعني معناها بنجريها صح. طبعا، اصلا موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات وصدور التصريحات للمتابعين الدوليين ده في حد ذاته شيء ايجابي، ان احنا دولة بنفتح الباب للمتابعين وبنقول لهم تعالوا شوفوا يعني الانتخابات بتاعتنا وقيموا اذا كانت نزيهة ام لا. نعم الحقيقة أنا بشكرك الشكر الجزيل الأستاذة مارينا سامي المنسق الإعلامي لإئتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، وطبعا بنتمنى لك كل التوفيق في مهمتك اللي طبعا تعتبر مهمة دولية ومحلية، ومرة أخرى بشكر حضرتك. المزيد بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتمام عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية فالعرض التالي مع الزميلة لمى جبريل عبر تقنية الواقع المعزز. أهلا بحضراتكم. انتخابات رئاسية هي الخامسة منذ عام 2005 والثالثة منذ ثورة 30 من يونيو 2013. انتخابات في مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد. انتخابات رئاسة تجرى في 27 محافظة في أيام 10، 11، و12 من ديسمبر. أما عن عدد ناخبين فبحسب الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فإن نحو 67 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. سيصوت الناخبون في 9376 مقر انتخابية يحتوي على 11631 لجنة فرعية. وتعد القاهرة الأكبر من حيث عدد الناخبين ب 8,263,761 ناخب سيصوتون في 961 لجنة فرعية. أما المحافظة صاحبة عدد الناخبين الأقل فهي جنوب سيناء بنحو 99,240 ناخبا يصوتون في 46 لجنة فرعية. ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين، هما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة مرشح حزب الوفد، وكذلك حازم عمر مرشح الحزب الجمهوري، وأخيرا فريد زهران مرشح المصري الديمقراطي الاجتماعي. الانتخابات الرئاسية تخضع لإشراف قضائي كامل حيث يشرف على اللجان نحو 15,000 قاضي لضمان نزاهة الانتخابات، كما تقف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات قيد 14 منظمة و220 متابعاً دولياً لعملية الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن 62 منظمة محلية و22,540 متابعاً محلياً، فضلاً عن 528 متابعاً إعلامياً دولياً. انتخابات رئاسية في مرحلة مفصلية من تاريخ الجمهورية الجديدة التي تستكمل فيها مصر خطوات البناء نحو مستقبل التنمية بحلول 2030. شكراً لحضراتكم. دعا أعضاء الحوار الوطني المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر. عزيزي المواطن
انزل وادلي بصوتك دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الموقف الوطني الذي تواجهه مصر الآن والتحدي الذي يستهدفها من خلال الحرب التي تجري على حدودنا. موقفنا جميعا هو الذي سيؤكد هذا الموقف الشجاع الذي تمثله مصر. بدعوا كل الناس انها تنزل وتشارك في الانتخابات وتسمعنا صوتها، وبالذات الشباب اللي لسه تبنين السن القانوني، ودي هتكون اول مره ليهم ان هم يشاركوا في انتخابات. صوتك امانه وصوتك واجب وصوتك حق لك، حق كفله لك الدستور، واجب عليك ان تساهم وتشارك في اختيار مستقبل مصر. لازم نصنع المستقبل بايدينا، لابد انك تعبر عن وجهه نظرك، تختار ما تريد ان تختاره، ولكن ذهابك الى صندوق الاقتراع ومشاركتك الايجابيه في الانتخابات هذا واجب وطني وقومي عليك. توجه في اي وقت يناسبك خلال 3 ايام للمشاركه بكل حريه وبدون اي تاثير، ان احنا نشترك جميعا في جعل مصر افضل واحلى ومستقبل افضل لينا وللاجيال القادمه بعدينا باذن الله. مارس حقك الدستوري وانزل شارك، انزل شارك واختار بكل حرية الانتخابات الرئاسية. أنا بدعو الشعب المصري عن بكرة أبيه أنه ينزل للمشاركة وليختار من يشاء من المرشحين الأربعة وفق رؤيته العامة، وفق توجهاته السياسية، وفق انحيازاته الاجتماعية، بعد ما يكون درس خبرات وتاريخ ورؤى وأهداف وبرامج المرشحين الأربعة. إن شاء الله هننزل كلنا، وأنا متأكد إن كل مصري عارف إن صوته واجب وصوته أيضا أمانة، ومصر لما بتنادي ولادها ولادها بيلبوا النداء. هننزل ونشارك ونختار، نختار رئيس بلدنا ونختار مستقبل أولادنا، وأهم حاجة المشاركة، وإن شاء الله كل الخير لبلادنا، كل الخير لمصر. دعا مقررو لجان الحوار الوطني والمقررون المساعدون المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024. خطوة البداية ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، انتخابات جادة تشهد تنافسية سياسية، والتي كانت من أهم ثمار الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم. بدعو جميع المصريين للمشاركة، انزل شارك قول رأيك، لا تستمع للأصوات المحبطة، أكيد صوتك بيفرق. الشعوب، أي شعوب، مصر أو غيرها، عندها طريقتين في التغيير. الطريقة الأولى هي أنها تعمل دوشة وعنف وثورة وكلام من ده، والطريقة الأخرى هي التصويت، التحول السلمي عن طريق الانتخابات. احنا مش عايزين دوشة ومش عايزين اي هدم، احنا عايزين بناء، وبالتالي بدعو حضراتكم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة. مصر تستحق ان تكون في منطقة مختلفة عما هي عليه. طبعا بنحدث بعض الانجازات، لكن ممكن مزيد من الانجازات. هذه البلد تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم. انزل عشان بلدك تستحق منك كده، وعشان أنت كمان تستحق أنك تختار مستقبل أفضل لنفسك ولأولادك، وأن المشاركة الإيجابية وتواجدكم هتكون رسالة للعالم كله أن الشعب المصري مصمم يكمل كل الإصلاحات اللي بدأناها. وجهة نظري أن أولى خطوات هذا الإصلاح على جميع المستويات هي مشاركة أفراد الشعب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، و12 ديسمبر لاختيار المرشح الذي يرونه من وجهة نظرهم هو الأفضل لأداء هذا الإصلاح خلال 6 سنوات قادمة. زملائي العمال، إن ممارسة حقك الدستوري ستكون رسالة للمستثمرين سواء عرب أو أجانب بأن مناخ الاستثمار في مصر هو مناخ جيد وآمن، وبالتالي سيأتي إلى مصر العديد من المستثمرين، وبالتالي سيصب هذا في مصلحة العمال. صوتك أمانة، انزل شارك، مصر تستحق، ابدأ بنفسك علشان نكمل المشوار. في 4 مرشحين، في الرئيس السيسي،
في حازم عمر من حزب الشعب، في فريد زهران من خلفية اشتراكية والحزب المصري الديمقراطي، في دكتور عبد السند يمامة من حزب الوفد. يعني اللي عايز أقوله إن في كل ألوان الطيف السياسية ممثلة في المرشحين للانتخابات. عليك أنت وبكل أمانة ومصداقية مع النفس أن تحكم بينك وبين نفسك أي هؤلاء المرشحين أقدر على قيادة دفة الوطن. مهم ألا نفرط في هذا الحق وأن نتمسك بإعمال مواطنتنا كمصريين. أنا متأكد أن المصريين داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر سيضربون أروع الأمثلة في النزول إلى اللجان الانتخابية في كل أنحاء مصر. انزل وشارك وإوعى تستغنى عن حقك أو تتخلى عنه. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية. دكتور رضا أهلا ومرحبا بك على شاشة إكسترا نيوز، ونتحدث عن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024. بداية دكتور، كيف تنظر إلى هذه العملية برمتها؟ مساء الخير أستاذ ياسر، وتحياتي بك والأستاذ المشاهدين. طبعا هذا الاستحقاق الدستوري الهام، يعني هو أول ما استحقاق دستوري يتعلق بالانتخابات الرئاسية يشهد حالة من التعددية السياسية. نعم. يعني احنا من 2005 كنا بنشوف مرشح أو بتاع، لكن دلوقتي فيه ثلاث مرشحين باتجاهات مختلفة بيمثلوا ثلاثة أحزاب موجودة أمام مرشح مستقل، وبالتالي هذا زخم سياسي يحدث لأول مرة، ويمكن هذا ناتج عن ما حدث من انحراق أيضا خلال الحالة التي أحدثها الحوار الوطني والمشاركات الحزبية والخبراء، وما أعطى أملا أن مصر تسير بمساحة كبيرة وبخطى سريعة نحو مسيرة التحول الديمقراطي، وأن يكون هناك حياة سياسية مستقلية مفعمة بالحيوية والنشاط. وهذا واضح، وهذا انعكس أيضا على سلوك الناخبين، وشفناه في انتخابات المصريين في الخارج وتحركهم إلى الإقبال والنزول للمشاركة، وكما شبههم اليوم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات معالي المستشار حازم بدوي أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم، ولكن قلوبهم وتحركاتهم ووعيهم كان ظاهرا وناتجا خلال هذا الحراك الذي أعطى شهادة للعالم أن هناك تغير في المجتمع المصري، وأن هناك إحساسا بالمسؤولية وإحساسا بأهمية المشاركة وإحساسا بقيمة الصوت الانتخابي وإحساسا بأهمية أن يشارك الناخب في رسم مستقبل الوطن ورسم مستقبل حياته لمدة 6 سنوات تالية هي عمر الفترة الرئاسية التالية إن شاء الله. نعم. طيب الدكتور رضا، يعني نقدر نقول ان الناس ابتدت تتعامل مع العمليه الانتخابيه بشكل اخر ومختلف عن السابق؟ يعني كان من الصعب من السابق ان احنا نقول للمصريين اللي في الخارج روحوا اذهبوا للجان الانتخابيه معموله في السفارات او في القنصليات، يعني كانت هذه الدعوات يعني كانت لا تلقى اقبالا او موافقه. هل نقدر نقول ان الوعي السياسي لدى المواطن المصري ارتفع في السنوات العشر الماضيه؟ هو وعي سياسي ووعي من اجهزه الدوله، يعني نعم. ايضا البعثات الدبلوماسيه في الخارج ابتدت يعني تدي نوع من الخدمات المتميزه وتحديث الخدمه، بقى في نوع من الجهات والوزارات حتى في مصر التسهيل استخراج الجوازات السفر هناك، البطاقات الرقم القومي، المبادرات التي تمت للمصريين في الخارج ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، مبادرة شراء السيارات، زيارات وزراء الهجرة وشهود المصريين في الخارج سواء السفيرة، مبادرة مد البذور أعتقد كانت هناك، يعني ومؤتمر مصر تستطيع والاستعادة بالخبرات الموجودة في الخارج، ربط الشباب بالمجتمع هنا في مصر، الجيل الثاني ابتدى يستشعر ان هناك اهتمام من الدوله ورغبه في ان هو ينضم
فده أمور كلها شجعت المصريين في الخارج أن يخرجوا إلى اللجان. التيسيرات طبعا اللي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مميزة جدا، كانت مميزة جدا، ويعني أجهزة حديثة، تسهيلات لكبار السن، تسهيلات لذوي الإعاقة، يعني كل ده شفناه. التلات أيام طبعا بيدوا مساحة أكثر إن وقت الانتخابات وتحديده داخل العطلات الرسمية عشان ما يعطلوش المطلوب. يعني بما يتناسب مع مع كل دولة. فيعني ده مهم جدا. شفنا كمان اهتمام الهيئة الوطنية بالانتخابات وغرفة العمليات اللي كانت رابطة مع السفراء والقناصل في الخارج، والدعم اللوجستي والفني والدعم الإداري. يعني حضرتك عايز تقول إن 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 الدولة نفسها بقت هي عايزة المواطن يشارك في العملية الانتخابية. طبعاً يعني ما بتقدم له هذه التيسيرات والاهتمام، كل هذا الاهتمام أكيد إن هو هيرتبط بالدولة أو هيبقى عايز يشارك في أي حدث للدولة. هي دي مهمة جدا، مادة الوصول زي ما حضرتك قلت، وإن إحنا نشعر بأهمية المواطن. المواطن لو شعر بأهمية صوته هيجي وهيبقى مهتم جدا، لأنه بيحس إنه ليه قيمة وإن الوطن محتاجه ومحتاج مشاركته. النهاردة بقى في الانتخابات اللي في الداخل أنا شايف إن في هيحصل فيها نوع من الزخم ونوع من الغيرة إن شاء الله من إخواتهم المقيمين بالخارج، وهنشوف مشهد احتفالية إن شاء الله تكون شهادة للعالم أن مصر بكل فئاتها، شبابها وفتياتها ونسائها وشيوخها، كلهم يقفوا حول الدولة المصرية وحول الاهتمام بأن يكون المرشح القادم حاصلا على الرئيس القادم حاصلا على عدد من الأصوات، يعطيه قوة في التعامل حتى مع الملفات الخارجية والملفات التي تمس الأمن القومي المصري. كل ده يعني عندنا شايفين كده الحملات اللي قايمة بيها الأحزاب والهيئة الوطنية للانتخابات، حتى خرجت يعني مارست، أنا بقول إنها مارست دور تنظيمي ودور رقابي ودور توعوي. نعم. ودي حاجة غير مسبوقة، نشاهد إن هي حريصة تعمل لك رقم مختصر للاستعلام على اللجنة وموقع للجنة ولجان المغتربين ولجان الوافدين، وحتى لو كنت أنت من العاملين في الخارج وما لحقتش موجود هنا في مصر ومقيم في الخارج وعايز تنتخب هنا روح انتخب، يعني كل حاجة متاحة. بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية أنت من حقك تروح تنتخب بيها، أو جواز سفر في الرقم القومي ساري تروح تنتخب بيه، اللجان اللي معمولة لكبار السن، مراعاة حالات الإعاقة السمعية والبصرية الجديدة السنة دي كمان، بصرية جديدة دي طبعا بطريقة برايل، أن يكون هناك ورق بطريقة برايل، الإشراف طبعا على القضاء، وده مهم. مصر الدولة الوحيدة يمكن اللي بتخلي قاضي في كل صندوق، وده حاجة مهمة، والحقيقة عدد ضغط عدد ضخم من القضاء، يعني 15 ألف قاضي. يعني هذا السيطرة أو هذه السيطرة على جمعية الانتخاب أن تكون تحت إشراف الهيئة الوطنية الانتخابية وهي قضايا مستقلة وتحت إشراف القضاء، وهم يعني حتى تصريحات الهيئة الوطنية أنهم سيحكموا في هذا الموضوع بضمير القاضي المتجرد، دي مادية طمأنة للناس أن صوته مهم وهيروح ينزل وينتخب. وإدي أي حد يا سيدي، إدي اللي أنت عايزه، انت شفت برامج المرشحين كلها وشفت الرؤى بتاعتهم، وبالتالي انت لديك قدرة على ان تتعامل مع هذه البرامج وتقيم من تختاره، ولكن مهم ان تنزل وتشارك. وانا بقول له بناشد كل المصريين الناخبين 67 مليون ناخب، انزل من اول يوم، ما تضيعش وقت، ما تستناش لاخر يوم، ما تخليش الشائعات المغرضة ان يا عم دي تحصيل حاصل او الموضوع ده لحد هينجح او ده خلاص مش مهم، تنزل ما هو غيري هينزل ويروح يمارس دوره، او انا قلت رايي في وسط قاعده احنا قاعدين. لا طبعا ده مهم جدا ان يكون هناك يعني اهتمام بالمشاركه وبالنزول، ان شاء الله نشوف هذا الواقع بدءا من ذاك ان شاء الله. يعني وايضا دكتور رضا، يعني الدور الحيادي ومن قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، يعني ده أعتقد يعني طمأنينة لدى المواطن إن هو يجب أن يذهب للانتخابات لأن صوته بالفعل هيعبر عن الإرادة الحقيقية ليه. طبعا، وهذه الحيادية على فكرة منعكسة على إتاحة المتابعة من الطلبات اللي جت من المنظمات المحلية أو المتابعين المحليين أو وسائل الإعلام والسفارات حتى الأجنبية والدبلوماسيين،
الإتاحة للمتابعة وبشرط طبعا الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم التأثير على الناخبين أو توجيههم أو محاولة حتى إعادة الرأي أو إجراء مقابلات داخل البلدان. ولكن إتاحة المتابعة بحد ذاتها بتقول إن إحنا هيئة وطنية للانتخابات قضائية مستقلة ليس لديها ما تخفيه وليس لديها ما تخاف أن يراه أحد، والأمور كلها متاحة وسيراها المواطن. التغطية الإعلامية والمساحات اللي وفدت للمرشحين كلهم على قنوات الشركة المتحدة بنحييها وبنحيي هذه المتابعة اليوم والتوعية المستمرة خلال الصمت الانتخابي بأهمية المشاركة والنزول. كل القيادات وكل النخب بتوعي وبتقول وبتنزل. إحنا لما بنطلع نتكلم النهاردة ونقول انزلوا أكيد لينا تأثير في وسط أسرتنا وفي وسط مجتمعنا وفي وسط الشارع اللي إحنا مقيمين فيه. دورنا مش هنمارسه بس من خلال الكلام في التلفزيون، ولكن هنمارسه على المحيط حتى الأسري وعلى المحيط المجتمعي اللي إحنا عايشين فيه، على 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 محيط الأحزاب اللي إحنا بنمثلها أو منظمات المجتمع المدني، التحالفات اللي موجودة. كل ده أعتقد هيكون له تأثير في حشد المواطنين للنزول والتصويت أيا كان من يختاره المواطن. دورنا إن إحنا ننزل المواطن ينزل ينتخب، ودورنا أن المواطن يشارك في العملية الانتخابية. وأصبح يا دكتور رضا يمكن فيه اهتمام من قبل الشباب وصغار السن ما كانش موجود زمان. يعني أنا فاكر أن إحنا وإحنا صغيرين يعني وحضرتك طبعا يعني أعلم مني كنا كان في عدد معين من الناس اللي ليه عنده بطاقة انتخابية، وعلشان تعمل بطاقة انتخابية لازم تستنى في وقت معين يتفتح أعتقد في الاسم أو حاجة زي كده أن لازم الواحد يشارك، فكانت العملية فيها عراقيل. يعني كان أصلا يوجد عراقيل معوقات امام الناخب، ما كانش يعني الدوله اعتقد ما كانتش عايزه كل الناس تشارك. يعني هي كانت اجراءات اداريه معقده تتسم بنوع من البيروقراطيه اللي كانت موجوده في الجهاز الاداري، ولكن الان مع التحول الرقمي والشمول اللي موجود في قاعده البيانات على مستوى كل الوزارات وكل الجهات اصبح الموضوع مهم. بيقيد بمجرد استخراج بطاقه الرقم السن، بيقيد تدريجي في قاعده الناخبين. الإتاحة عن طريق الحاسب أجهزة الكمبيوتر قاعدة البيانات أصبحت تعد بشكل أسرع، ورسالة برقم قومي على الموبايل تيجي رقم اللجنة ومكان اللجنة واللجنة الفرعية ورقم في الكشف، يعني كل الأمور. أنا عايز أقول لحضرتك تجربة، أنا حبيت أشوف رقم 51 بتاع الاستعلام باللجان بالرقم القومي، قلت أشوف هيعمل إيه. يعني فجربت، أنا عارف لجنتي، لكن دخلت الرقم الرسالة ودخلت الرقم القومي قبل ما اقفل شاشه التليفون، لقيت الرساله جعلي بلجنتي بمقرها وهو يا دكتور. فده حاجه جميله جدا. يعني انا شخصيا يعني كان عندي شك ان يكون هيبقى في بطء شويه في الرد على الرساله او هيبقى لا، ده حاجه ايه، اطلب 51 51، ابعت الرساله دلوقتي بالرقم القومي هيجي لك مقر لجنتك برقمك في الكشف بمكانك بالظبط. يعني كل الامور ميسره، ما فيش حد ليه حجه. الوزارات كلها اللي بتقدم المعاونه للهيئه الوطنيه للانتخابات سواء الداخليه سواء الصحه سواء التعليم سواء التنميه المحليه الشباب التنميه المحليه كلهم قايمين بدورهم وقايمين بواجباتهم. ان شاء الله نامل ان تتم العمليه الانتخابيه في يسر وسهوله وتعطي الشكل الجيد وتعطي الزخم امام العالم اجمع ان مصر فعلا بها تحول ديمقراطي ومصر بها حياه سياسيه مفعمة بالنشاط والحيوية إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز. فاصل قصير ونواصل. حث سياسيون وخبراء ومفكرون الشعب المصري على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. صباح السعادة. الانتخابات الرئاسية على الأبواب، والمشاركة ده أمر مهم جدا خصوص لأولادنا الشباب. لازم يكون لكم دور ودور فعال جدا. انزل وقول صوتك وقول رأيك، اختار براحتك، الصندوق موجود المرة دي والمرة الجاية والمرة اللي بعديها. تعود دايما يكون موجود في أي انتخابات، لازم يكون موجود. لازم كلنا يبقى لنا دور في بناء مستقبل هذا الوطن.
ده استحقاق دستوري وواجب وطني علينا جميعا. أنا بدعو كل فئات الشعب المصري إن هي تنزل تشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن تبقى المشاركة في الانتخابات وأيضا النزول إلى اللجان الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من 2024 إلى 2030 هو واجب وطني على كل مصري ومصرية في هذا التوقيت. فهذه الانتخابات تجري خدمة لكل المصريين، وأهمهم هو المواطن العادي الذي تقوم على أكتافه نهضة مصر. لذلك أدعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء الوطن، بدءا من إبداء الرأي في الانتخابات إلى أداء أدوارهم بصدق وإخلاص. المادة 87 بتقول إن الانتخابات حق واجب، هي فعلا حق واجب مش للمواطن بس، هي حق وواجب على المواطن أيضا تجاه دولته الوطنية. إحنا هننزل عشان هنشارك ونساند دولتنا الوطنية. انزل واختار أي مرشح أنت عاوزه، لن يكون معك سوى ضميرك وربنا سبحانه وتعالى عند الاختيار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن. أهلا وسهلا دكتور عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. نعم دكتور عمرو، طبعا نحن في فترة الصمت الانتخابي ونتابع يعني الانتخابات الرئاسية 2024. بداية دكتور عمرو، يعني كيف تنظرون من خلال حزب حماة الوطن للعملية الانتخابية ومشاركة المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، هو الأول والثاني والثالث من ديسمبر، قبل الحديث عن 3 أيام القادمة بإذن الله تعالى؟ الحقيقة أنه ما حدث يعني من تغطية للعملية الانتخابية منذ حملات المرشحين وحتى اليوم، يعني هي اسمح لي أني أشكر حضرتك وجميع العاملين بإكسترا نيوز وباقي القنوات والتعب والمشقة التي تحملتموها في هذا الأمر. شكرا يا فندم، دعني أشكركم جميعا يعني. شكرا جزيلا. لأنه على مدار 3 شهور الماضية وما حدث من زخم في العملية الانتخابية، بداية من الترشح ثم الحملات الانتخابية للأربعة مرشحين ثم إطلاق الدعايات ثم وصلنا إلى الصمت الانتخابي على الرغم من ظروف صعبة أحاطت بمصر لا تخفى على أحد، فأعتقد أننا نقدم نموذجا عالميا هاما يقول أن مصر ليست بدولة يعني يقال عنها أي كلام يقلل منها. مصر دولة عظيمة وتسطر تاريخا في العملية الانتخابية، وهذا الحق الدستوري الذي نص عليه الدستور المصري بشكل سنتحدث عنه لأجيال سابقة، لأن ما نفعله اليوم هو إرساء قواعد هامة لأجيال قادمة إن شاء الله. ما يخص المصريين، نعم أستاذن سيادتك دكتور عمرو، يعني في خبر سوف نذيعه على حضرات السادة المشاهدين، وهو أن مؤسسة حياة كريمة تعلن عن مشاركتها الرسمية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. وتستهدف حياة كريمة من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية. وعلى التوازي تهتم حياة كريمة بحث الشباب على المشاركة بدور فعال في مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أنواعها. وتستخدم مؤسسة حياة كريمة منهجية منضبطة في اختيار الشباب المشارك في متابعة العملية الانتخابية.
وعليه يشارك نيابة عن مؤسسة حياة كريمة 11,000 متطوع تم تسجيلهم لمتابعة الانتخابات في 9,000 مقر انتخابي. كانت حياة كريمة قد استثمرت في تدريب وتأهيل متطوعيها في ملف التطوع والمشاركة المجتمعية على مدار أشهر، وتدريب عملية على مدار 4 أعوام في خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي حياة كريمة. وعليها تؤكد حياة كريمة الالتزام بالحيادي والالتزام بالمعايير التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات طوال مهمة متابعة الانتخابات. كذلك تركز حياة كريمة على التزامها بالقوانين واللوائح المحلية التي تحكم متابعة الانتخابات، وتعاونها المفتوح مع كافة الشركاء في متابعة العملية الانتخابية أصحاب السمعة الطيبة في جهود المتابعة. حياة كريمة تحمل على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأس تلك القضايا مفهوم المواطنة الفعالة، ويأتي من هذا من المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمي لمتابعي الانتخابات الرئاسية 4/2024 في سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها في تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية. وتتشرف المؤسسة بلعبها هذا الدور في هذا السياق بلعبها لهذا الدور في السياق الفريد للانتخابات الرئاسية الحالية في مصر. الجدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 من أكتوبر عام 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902. وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات، وتمتلك المؤسسة 27 مقرا في كافة محافظات الجمهورية، بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعيها المنتشرين في كافة المحافظات. عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام للسيد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن. دكتور عمرو، عفوا، يعني كان لابد من يعني قراءة هذا الخبر، ولكنه في سياق يعني حديثي مع حضرتك، وهو الاهتمام بوجه عام بمتابعة العملية الانتخابية. تفضل يا فندم، تفضل. الحقيقة أنه خبر هام يعني خبر في صميم ما نتحدث عنه. نعم. عن مشاركة حياة كريمة في هذا الأمر، وعن مشاركة شبابنا وإرسال رسالة التمكين للشباب ووجودهم في العملية الانتخابية وفهمهم ما معنى ممارسة الحق الدستوري وكيفية إدارته. يعني ده خبر هام جدا. نعم. طب بمناسبة الحديث يا دكتور عمرو عن الشباب، حزب حماة الوطن يعني أعضاؤه من الشباب، بيهتم بده الشباب، بيهتم بتوعية الشباب بالعملية الانتخابية طبعاً. ورفع طبعاً. الوعي السياسي لدى الشباب. طبعا طبعا، وأمانة الشباب يعني قدمت في ذلك نموذجا فريدا، والتكامل بين أمانات حماة الوطن ما بين الشباب والتثقيف السياسي والتواصل الشعبي والجماهيري هو تكامل هام العمل على الأرض كي نصل للمواطن، كي نحث على فكرة المشاركة والتي تؤدي إلى التنمية، لأن التنمية السياسية جزء من فكر حماة الوطن. وممارسة السياسة التنموية التي تقف خلف الدولة في كل عمليات التنمية التي تقوم بها هو ركن ركين من أداء حماة الوطن على الأرض. ولذلك كان شبابنا في طليعة المشاركين في استحقاقات كثيرة، ويشاركون اليوم في استحقاقنا الدستوري كمصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية. نعم. حضرتك اسمح لي أقول أن هناك نوع من التكامل الآخر، وهم المصريون بالخارج. نعم.
المصريون بالخارج، أمانة المصريين بالخارج في حماة الوطن قامت بدور هام في التوعية. هو في أمانة للمصريين بالخارج يا فندم، معلش احنا علشان المتابع نعم. يبقى عارف احنا نعم. بنقول ايه. هناك أمانة للمصريين بالخارج في حماة الوطن، وبها زخم قوي، وحدث أن اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب قام بزيارات خارجية، واللواء طارق نصير الأمين العام قام بزيارات خارجية للجاليات المصرية في الخارج، سواء كان في أوروبا أو المنطقة العربية. وده كان أول مرة يحصل أن يكون حزبا مصريا يمارس هذه السياسة ويمارس هذا التواصل مع جالياتنا المصرية بشكل قوي، لكي يشعر المواطن خارج الوطن أنه مهتم بشأنه من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل حزب مثل حماة الوطن، وأنه هذا يدعم فكرة وزارة الهجرة التي أسست لها الدولة وقامت عليها الوزيرة السابقة السفيرة نبيل. يعني الحقيقة الصراحة نقطة يعني نقدر نقول عليها جميلة ولفتة طيبة من الحزب أن يكون مهتم بالمصريين بالخارج، يعني تكون دايما أو كان اللي بيتقال أن الأحزاب يعني دورها ضعيف ما بتوصلش للمواطن، لا ده بالعكس، ده احنا بنوصل للمواطن، ومش بس في الشارع المصري، لا ده احنا بنطلع له برة للأماكن اللي هو مختلف فيها واللي هو عايش فيها علشان نقدر نتواصل معه. يعني الحقيقة يعني دي حاجة جميلة من حضراتكم يا دكتور عام. العفو يا فندم، نحن نتحدث عن شخصية الدولة المصرية، وإن كنا نتحدث عن شخصية الدولة المصرية فنحن نتحدث عن سياسة تنموية لا يقصد بها مواطن الداخل، ولكن يقصد بها مواطن الخارج الموجودون في كل الجاليات في شتى بقاع العالم كمصريين، هم في قلب العملية السياسية وهم مشاركون وداعمون على كل المستويات. جزء كبير من المتحصلات الدولارية للدولة من المصريين الخارج، مساهماتهم في كثير من التنمية علميا واقتصاديا وسياسيا، هام جدا أن يشعروا أننا نتواصل معهم على الأرض. نعم تفضل يا فندم تفضل. الحقيقة كمان طيب قبل ما ننتقل من نقطة المصريين في الخارج، والله يا دكتور عمرو لأن دي حاجة يعني بصراحة يعني وجدت استحسان جدا جدا، هل كان هناك يعني استجابة من المصريين في الخارج، وكان في تعاون مع حضراتكم وفي استماع للأمور التي يعني حاولتم أن تناقشوها معهم أو الرسالة التي تصل إليهم؟ طبعا تفضل يا فندم. المشاركة، مشاركة المصريين في الخارج، الجالية المصرية في النمسا وزيارة اللواء أحمد العوضي لها، ثم الحث على المشاركة وأنه مصر تأخذ منحا جديدا في الحياة السياسية والممارسة السياسية، وهذه كانت رسالة اللواء العوضي. ثم اللواء طارق نصير وزيارته للمصريين في إيطاليا ورومان والإمارات العربية المتحدة، وحثه على المشاركة وكلامه وتواصله مع الجالية المصرية في إيطاليا كان محفزا للمصريين في نابولي وفي أكثر من مدينة إيطالية على المشاركة. ويمكن وجدنا أن المصريين في الخارج لأول مرة في هذا الاستحقاق يقومون بالنزول في أوقات صعبة. الجالية المصرية في النمسا نزلت في عز الثلوج كي نقول رأيها أي ما كان لأي مرشح كان. نحن نتحدث عن نضج سياسي للمجتمع المصري وليس مجرد انتخاب شخص من أو لا. لا, 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 لا لا الأمر أكبر من ذلك، إن شخصية الدولة المصرية يراها الجميع وقامت بها القيادة السياسية في أكثر من موقع، واليوم نحن نسطر لأنفسنا نموذجا فريدا لهذه الممارسة، ونحن نستطيع أن نقول أنه عرس ديمقراطي سياسي كله يجب أن نشارك فيه، ليس بنعم أو بلا لهذا المرشح أو ذاك، ولكنه لمصر، نحن نشارك من أجل مصر.
نعم. طيب دكتور عمرو، يعني حزب حماة الوطن حزب كبير وتقيل طبعا كما نعلم، هيعمل ايه اليومين الجايين او الثلاث ايام الجايين؟ هل هيبقى لي دور ولا هيتابع من بعيد؟ عايز اعرف هتعملوا ايه يعني طبعا بالنسبه لحزب طبعاً قوي زي حضراتكم. اولا وجودنا في الديجان الانتخابيه رقم واحد على مستوى الجمهوريه في ال 28 امانه، احنا عندنا 28 امانه لان هناك امانه للعاصمه الاداريه ليس فقط 28 امانه. وفي لجنة في العاصمة الإدارية دكتور عمرو. دي حقيقة، وهناك أمانة في العاصمة الإدارية. تمام. أمانة لحماة الوطن. تفضل يا فندم. الحاجة الثانية وجود شبابنا في كل ديجان. الحاجة الثالثة التسهيلات التي ستقدم لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الديجان. أربعة المشاركة والمساعدة في وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية. خمسة الدعم اللوجستي بأي شكل لتسهيل العملية الانتخابية. كل هذا يقوم به حماة الوطن على مدار الساعة من غرفة عملياته المركزية. نعم، يعني احنا طبعا بنتمنى لحضراتكم التوفيق في كل ما سوف تقومون به، وطبعا بنتمنى النجاح لهذه العملية الانتخابية، إن شاء الله تنجح وتبقى من أحسن العمليات الانتخابية اللي مرت على جمهورية مصر العربية. أنا بشكر حضرتك الشكر الجزير الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز. وينضم إلينا أيضا للمزيد من التفاصيل عبر الهاتف السيد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. باشمهندس حسام أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. باشمهندس حسام، يعني هنتكلم طبعا عن دور الحزب في الأيام القادمة بالنسبة للانتخابات. نعم، هقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. احنا حزب لحد ما الحمد لله منظم، بغض النظر ان احنا حزب اغلبية، ولكن حزب منظم اتعودنا على عملية الانتخابات. نعم. عموما انا بتكلم في عمومها يعني. طبعا اتعلمنا تنظيمها، وبالتالي بكرة ان شاء الله هيبقى الحزب المنظم طالع، هتشوفوا تنظيم حزب موجود على الارض ببساطة بهدوء، بيؤيدوا طبعا اللي هم يعني اعلنوا تأييده، وبالتالي هتلاقي في نظام، هتلاقي نظام في اللجان. اولا هتلاقي حشود من اعضاء الحزب نفسهم، ودي اول حاجه، من الاقارب، من المعارف، دي حاجه. وبعد كده بيحصل تنظيم اللي بنقدر نعمله في حولي في الناخب العادي يعني. اما في الاول اي حزب مفروض منظم وعنده كوادره، اول حاجه الكوادر دي بتنظمها، لازم هي في الاول بتروح تدي صوتها في الانتخابات بنظام، وبعد كده بيساعدوا جموع المصريين ان هم يطلعوا ويحسوهم ان هم يدوا دلوقتي. الو أيفن. طيب باشمهندس حسام، هل هتبقى في متابعة في كافة اللجان الانتخابية أو في الأمانات؟ هو الحزب عنده أمانات يا فندم طبعا أكيد في كل محافظة. لا، إحنا عندنا في كل قرية. في كل قرية يا فندم، أنا عايز أتعرف على هذه النقاط. تفضل يا فندم. تفضل يا باشمهندس. لا يعني إحنا عندنا الحمد لله تنظيم الحزب عندنا، وصلنا للوحدات الحزبية اللي هو القرى والأحياء، فعندنا مقرات في القرى والأحياء، عندنا أمانات في القرى والأحياء. إحنا الحمد لله وصل تنظيمنا إن إحنا وصلنا في القرى والأحياء ل 80% من مصر في القرى والأحياء. في هتلاقي في أمان المستقبل وطن وتنظيم لمستقبل وطن، كل ده كل قرية في كل حتة في كل نجع هتلاقي هذا التنظيم طالع بيأدي دوره، وده دور الحزب. دور الحزب ما بيأيد حد، بيطلع هو بتنظيمه بيوري هذا التنظيم يعني. احنا هو ده شغلنا المتصل. نعم. اللي مساعدنا في كده الحمد لله المجهود اللي عملناه في سنين ماضت كتيرة يعني،
بتنظيم معين بمجهود معين من أول قيادات الحزب لغاية كل أمانات الحزب، الأمانة المركزية، أمانات المراكز، أمانات المحافظات، زي بقول لك أمانات القرى والأحياء. ده بيدينا دور فعال إن شاء الله في أي عملية. نعم. طيب باشمهندس حسام، هل طبعا من خلال تواجدكم في الشارع وفي القرية كان أكيد هناك دور توعوي للمواطن أن هو يذهب للجنة الانتخابية على كافة الشرائح، سواء إذا كانت شباب أو مرأة أو في الرجال وكبار سن؟ هل بالفعل كان هذا الدور يعني قمت به، وهل بالفعل كان في استجابة من المواطن اللي هو يعتبر يعني الطرف المهم في هذه المعادلة الانتخابية؟ بس احنا عملنا كم من المؤتمرات على ما اعتقد جميع المصريين شافها في جميع المحافظات وجميع المراكز. نعم. كم كبير باعداد هائله. قصه القصه الثانيه ان اماناتنا في زي بقول لحضرتك في القرى كانت عامله حاجه اسمها طرق الابواب. طرق الابواب دي كان بيشتغل فيها امانه المراه، امانه الشباب، امانه العمل الجماهيري، بما معناها ان في القرى الصغيره بيروحوا بيحسوا الناس على النزول وبيقعدوا يسمعوا لهم. وخلي بال حضرتك ان ايه، وانت بتوجه رساله ده دور الحزب وهو بيوجه رساله على حس المواطن، هي يعني ما تبقاش رساله واحده، لان المتلقي بيبقى مختلف، ثقافته مختلفه، عاداته مختلفه. فاكثر واحد مناسب ينقل له هذه الرساله هم ابناء الحي نفسه او ابناء القريه نفسها. يعني أنا ما أقدرش أقول إن رسالتي في مصر الجديدة ومدينة نصر زي هي رسالتي في 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 نجع من النبوة. مين اللي بيقدر يوصل رسالة بالطريقة المثلى؟ هم أهل هذه القرية أو أهل هذه النجع أو أهل هذا الحي. أما على الاستجابة، هي في استجابة جميلة كبيرة داخل فيها عوامل كتير بقى، داخل فيها حب لمرشح مثلا، ده داخل فيها، ده برانا خالص يعني، وداخل فيها برضو الوضع اللي موجود فيها مصر في الظروف الحالية المشتعلة، الحدود المشتعلة بين في كل حدودها، عملية قطاع غزة دي بينت برضو، وخصوصا لقطاع الشباب وانت حضرتك بتتكلمي عليه، يعني ايه امن قومي، فهموا يعني ايه الكلمة دي مهمة، فهموا يعني ايه معناها، فهموا يعني ايه مخططات ممكن تدار لبلد. ده ادى وعي كبير قوي للشباب، وده تماسك الحقيقة انا شفته غير عادي، وتحول للشباب عموما في الدفاع عن بلده عن طريق اول حاجة المشاركة الانتخابية. يدي صوته لمين بقى؟ ده موضوعه، انما احساسه نفسه ان بلده محتاجاه في حاجة معينة، ده دور حول ايه، ظرف كمان مختلف شويه عن اي انتخابات. نعم. طيب يعني في يمكن موضوع عايز اثيره مع حضرتك، وهو ان رغم الظروف الصعبه اللي طبعا حضرتك تعلمها وكلنا نعلمها اللي بتمر بها المنطقه، سواء من الحدود الشرقيه والجنوبيه والغربيه، الا ان مصر يعني بتقوم بكل واجباتها، وايضا الاستحقاقات، ما اجلتش مثلا الانتخابات الرئاسيه، ما عملتش اي اجراءات غير عاديه بالنسبه للشعب المصري والمواطن المصري، لكن بالعكس يعني كلنا بنحاول ان احنا يعني نتابع في عملنا، حتى يعني كل الجهات والهيئات الحكومية بتقوم بدورها وقامت بدورها على أكمل وجه، وشفنا يعني لفتة مشرفة وحاجة مشرفة جدا كانت انت إجراء الانتخابات في الخارج، والمصريين كلهم التفوا حول يعني بلدهم وراحوا وشاركوا. يعني هذه رسائل كبيرة يا باشمهندس، أعتقد أن دي يعني حاجة نقدر نتفاخر بيها، ونقدر نقول أن فيها عزة وكرام. مصر بلد كبيرة، وبلد كبيرة يعني بلد كبيرة بتبقى بلد كبيرة في تصرفاتها، بلد كبيرة في تماسكها، بلد كثيرة وهي بتواجه ظروف معينة كثيرة. مصر حتى أما وجدت أصعب ظروف الإرهاب جواها ما وقفتش نموها وهي بتواجه الإرهاب، كانت بتواجه الإرهاب وبتبني برضه. يعني ما هي دي مصر، يعني هي مصر دي حاجة. هو ليه بنقول دايما
وبنفتخر ببلدنا انها بجد بلد كبيره، لانها الكبير بيبقى دايما ماشي، الكبير دايما بيعدي المشاكل، الكبير وهو بيجيله المشاكل بياخدها ويعديها بحنكه وتماسك، الكبير لما بيحصل فيه مشكله جامده بتلاقي فيه التفات شعبي غير طبيعي وتوحد في قضيه واحده، مش هتلاقي بقى فيه كلام تاني. عندنا عامل اقتصادي ضغط علينا جامد جدا 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 وضغط على الشعب جامد جدا، في هذه الظروف برضو الشعب وهو في هذا الضغط بيبص على حاجه اسمها امن بلده، بيبص على حاجه اسمها امنه، بدا يبقى مفرق بين الاثنين ومفرق ايه الاولويه ومفرق ان الاقتصاد ده تعبانين بس هيعدي، هيعدي بمعنى هيعدي، مش لان هم ما فيش وضع اقتصادي بيقعد بهذه اللعبكه مده طويله في اي حته في العالم، هي بتبقى ظروف عالميه والظروف دي بدات تتحل فعلا. نتيجتها تبني امتى؟ شهر، اثنين، خمسه، سنه، سنه ونص، ده اقصاها. ده الاقتصاد. انما بقى الامن القومي ده اللي ما تعرفش لو الكعب اللي تحله. يعني ده اللي يروح ما يرجعش. لو كلنا تابعنا اللي حصل في الدول اللي راحت فعلا ما رجعتش تاني ومش هترجع. ما انا بقول لحضرتك اللي في حاجات اللي يروح ما يرجعش، وفي حاجات اوضاع اقتصاديه بيبقى وضع اسمه وضع اقتصادي صعب. بيحصل فيه ايه؟ بنعديه. نعم. هو ده الفرق. نعم. الحقيقة أنا بشكر حضرتك الشكر الجزير السيد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. أيضا مشاهدينا الكرام تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. دكتورة جيهان أهلا ومرحبا بك على شاشة إكسترا نيوز ونتحدث عن الانتخابات الرئاسية 2024، تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والله يعني بص انا هخليني اقول ان انا النهارده بعول على المراه المصريه. نعم. على الشباب المصري اللي الفتره الاخيره اثبت، وده شفناه في القضيه الفلسطينيه وفي العدوان والمجازر على غزه. نعم. شفنا قد ايه هم اجتمعوا على حب الوطن، ازاي نزلوا حطوا ايدهم في ايد بعض دفاعا عن ارض سيناء، قالوا للعالم كله لا للتهجير، غيروا محور العالم كله مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت وكانوا خلف القيادة السياسية. النهارده شفنا زخم شديد جدا في خارج مصر، هينعكس ذلك على داخل مصر ان شاء الله باذن الله من بكره. انا شايفه الناس متحمسه جدا انها تنزل بكره، وشايفه ان احنا اول كام ساعه لا هيكون في زخم شديد جدا على اللجان الانتخابيه. الشعب المصري واعي، مقدر حجم التحديات اللي احنا بنواجهها في الفترة الأخيرة، ويمكن زي ما باشمهندس حسام الخولي وانا لسه كنت معاه وكان بيؤكد على الجزء الاقتصادي وان مش احنا بس اللي عندنا مشاكل اقتصادية، العالم كله بالفعل واقع تحت مشكلة الحروب والمؤامرات الكثيرة اللي بتحاج سواء كانت في مصر او في الدول المحيطة بمصر تحديدا، ولان احنا في سنتر الشرق الأوسط ومطمع للكثيرون ومؤامرات كثيرة بتحاك من أشخاص لهم مطامع في تولي المشهد السياسي أو تولي الدولة المصرية تكون تحت قيادتهم. احنا عارفينهم هم مين طبعا يعني. نعم. وبالتالي هم طول الوقت بيشككوا في كل حاجة، حتى التشكيك في الديمقراطية المصرية التي نعيشها في هذا الوقت، وده شفناه في عدد المرشحين اللي نزلوا في الانتخابات عن طريق عدد من الأحزاب، وده ما حصلتش قبل كده. النهاردة لما تلاقي ثلاث أحزاب بينزل منهم ثلاث مرشحين، لا النهاردة احنا بالفعل في عرس ديمقراطي حقيقي. النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات بتمارس دورها الحقيقي بصورة بجد مشرفة جدا جدا جدا. النهاردة المؤسسات المجتمع المدني كلها نازلة تراقب الانتخابات وتكون شاهد على أي تجاوزات، والنهاردة الشباب كلهم فرحانين، كل واحد النهاردة فرحان إن معاه توكيل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بتكلم على مرشحي بقى.
يعني بس احنا عايزين نذكر حضرتك ان احنا في مرحلة الصمت الانتخابي. هو ده مش ده احنا ما قلناش انجازات ولا قلنا اي حاجة خالص. احنا بنتكلم على الجزء الخاص بكل المشاريع. اتكلمت عن كل احنا يمكن نتكلم على حضرتك بتقولي فعلا حاجة هامة جدا، وهي ان يعني هناك الكثير من القوى الخارجية التي يعني تحيك المؤامرات، ويعني دائما يعني حملات تشكيك في كل شيء مش بس في العملية الانتخابية. بالظبط. بكره بقى احنا بنرد عليه. نعم. بكره الشعب المصري بيرد على كل ما يعني حكى طول الفتره السابقه من مؤامرات او تشكيك في العمليه الانتخابيه. لا، بكره باذن الله الشعب المصري كله خلف القياده السياسيه، خلف الدوله المصريه، بيقول على فكره باختلاف ايديولوجيات الجميع، وباختلاف يعني كل واحد نازل يقول مرشحه مين. احنا بنقول للناس صوتك امانه، يعني صوتك النهارده هو امانه في رقبتك ان انت تنزل تقول وتصوت وتختار، تختار واحد من المرشحين. انا مش بحدد لك انت تختار مين. بس اهم حاجه المشاركه والنزول. بالظبط كده، اهم حاجه المشاركه. لا، والحكمه ايضا، يعني احنا برضو لازم نكون بنفكر واحنا يعني فاهمين وعارفين كويس جدا مين اللي قدر ان هو يعني يعطي انطباعات للعالم كله على قوتنا وعلى تواجدنا. لا، الشعب المصري فعلا واعي، شبابنا واعيين، المرأة المصرية طبعا بتضرب مثل غير عادي طول الوقت. احنا يعني ما نقدرش، بس انت يعني متحيزة للمرأة المصرية قوي يا دكتورة شهاد. طب والرجالة ما عملتش حاجة خالص في الفترة اللي فاتت؟ والله هي احنا اللي بنعمل دايما. ايوه صح، ورانا يعني معلش. بص انا متحمسة ليه؟ لان فعلا بجد انا في يعني في عصر ذهبي فعلا للمرأة المصرية. المرأة المصرية في 30 يونيو يعني فترة ملحمة حقيقي، يعني كانت قوية جدا جدا جدا، مستمرة حتى وقتنا هذا. في كل حق دستوري كان المرأة بتتواجد فيه. النهاردة لما تشوف المرأة المصرية خارج مصر جاية على كرسي متحرك، جايبة ولادها وأحفادها يشاركوا في هذا العرس الانتخابي، النهاردة لما تبقى بتزرع في الولاد الصغيرين الولاء والانتماء. هو أصلا أنت عشان تنزل النهاردة الانتخابات الرئاسية تحديدا، أنا بشوف الانتخابات الرئاسية ده نوع من الولاء والانتماء للدولة. طبعا أنا النهاردة بزرعه في ولادي، بشوفهم جايين من آخر الدنيا، برد وتلج، وهم جايين في الباصات فرحانين ومبسوطين وشايلين أعلام مصر. هو ده الانتماء للوطن. نعم. هو ده اللي احنا طول الوقت كنا بنتكلم عنه، هو ده اللي احنا كنا بنقول تحية العالم مهمة، بنقول احنا بنربي ولادنا على حب الوطن. انا شفت ده في ولادنا زي ما قلت لحضرتك، خوفهم على ارض سيناء في الفترة الاخيرة، خوفهم على ان صفقة القرن تتنفذ، خوفهم على اولاد غزة والفلسطينيين والنساء والشهداء. الفيديوهات اللي اتعملت بكافة لغات العالم، ويمكن احنا كان في حزب مصر اكتوبر كان لنا مشاركه عظيمه جدا في. نعم. الحقيقه يعني انا يعني سعيد جدا بهذه المداخله مع حضرتك يا دكتوره جهان، ولكن اعتذر لسيادتك نظرا لانتهاء وقت هذه التغطيه. طبعا بنتمنى طبعا كل التوفيق والنجاح للعمليه الانتخابيه التي ستبدا غدا ان شاء الله في الساعه 9 صباحا. بشكرك الشكر الجزيل الدكتورة جهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وبشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.